حبيب جاي، لو انت معاك ايفون او ايباد من ابل والداتا بتاعتك اتمسحت تحديدا الصور والفيديوهات، انا عارف دي بالنسبه لك نهايه الدنيا. الموضوع بيكون اسود حرفيا. اولا كده هو نظام مقفول، يعني مش متاح ليك انك تنزل تطبيقات خارجيه خالص على الجهاز بتاعك بحيث انك تجرب ترجع الداتا بتاعتك. بس النهارده انا حرفيا جيب لك برنامج عملاق حرفيا، مش هتحتاج اكتر من وصلة USB والايفون بتاعك عشان ترجع كل الداتا بتاعتك. الموضوع بسيط وسهل، لكن في شرح على الكمبيوتر انا ما دخلتش في الموضوع بالتفاصيل علشان وقت الحلقه ما يكونش طويل، لكن لينك البرنامج هيكون في صندوق الوصف، تقدر تعمل له داونلود وتجربه وان شاء الله الطريقه هتنجح معاك. تقدر تعمل له داونلود وتجربه وتشوف التجربه بنفسك في كل الصور والفيديوهات اللي هترجع. وبالمناسبه انا هجرب على الايفون بتاعي اللي هو اوريدي لسه جديد، ويا دوب كام صوره انا لقطتهم كده ومسحتهم علشان نعمل التجربه في حلقه النهايه. بعد ما دخلنا على الكمبيوتر بتاعنا خلينا ندخل في الشرح بتاعنا على طول، وبندخل على الموقع بتاعنا زي ما انتم شايفين. عملية الداونلود بسيطة خالص، بتضغط على free download بالشكل ده، تبدأ على طول عملية الداونلود زي ما انتم شايفين كده. ده شكل البرنامج بتاعنا بعد ما بينزل، بضغط عليه مرتين. عملية التسطيب بسيطة جدا حرفيا، مش بعمل اي حاجة غير بضغط على install. كمان في customize installation، ده لو هتحدد مكان التثبيت اللي هينزل فيه البرنامج. بضغط على install بالشكل ده وما بعملش اي حاجة غير ان انا بنتظر حرفيا. فكرة البرنامج انه يعمل استعادة لاي حاجة اتمسحت منك من على الايفون بتاعك حرفيا من غير نسخ احتياطي حتى، وهنشوف ده مع بعضين. بعد ما تمت عمليه التثبيت بيختار مننا على طول اللغه الخاصه بالبرنامج، فانا بختار اللغه العربيه. تمام، هنا بيطلب مني اعمل خطوه تنشيط البرنامج اللي هو اني اشتري البرنامج بتاعهم، وهفهمكم الخطوه دي في الاخر بكل التفاصيل. هنا بيعرفك بيقول لك لو انت من مستخدمي الايفون وعندك مشكله انك فقدت البيانات ما تقلقش، هنحل ليك المشكله دي. بتظهر قدامنا واجهه البرنامج بسيطه خالص، استرجاع بيانات الاي او اس، عندك استرجع الداتا بتاعتك من الجهاز، الداتا المحذوفه، استرجاع ملفات من عمليه النسخ احتياطي، استرجاع من الاي كلاود بتاعك. تمام، عندك بقى اصلاح مشكله النظام وكلمه المرور، ودي بيقدم برضو ليك ثلاث خدمات: ازاله كلمه المرور اللي هو الفيس اي دي، اصلاح نظام الاي او اس نفسه، ترجع رمز مرور وقت الشاشه. تمام، موضوع اصلاح مشاكل النظام ده مالناش دعوه بيه، ممكن نشوفه في حلقه منفصله لو انتم حابين. خلينا في استرجاع بيانات النظام نفسه، وهجرب استرجاع البيانات من الجهاز بشكل عام. في الخطوه دي بيقول لي قم بربط جهازك، وصل الجهاز بتاعك، فانا بوصل الجهاز بتاعي بالكمبيوتر. هنا بقى بحدد نوع البيانات اللي ترجع. هنا بيانات التطبيقات، من ضمنهم الواتساب على فكره ممكن ترجع كل الداتا، ولكن انا هشيل علامات الصح من هنا خالص. تمام، هنا الوسائط بتاعتك، الفيديوهات وغيرها والمذكرات الصوتيه وكل حاجه برضه هشيلها. هكتفي بوجود علامه على الصور، دي اكتر حاجه مهمه بالنسبه لنا، في نفس الوقت ما ناخدش وقت كبير. بعدين بقول له موافق، بعدين بنتظر. بيقول له حط الباسورد على شاشه الايفون بتاعك. تمام، بدخل الباسورد، بعدين بقول له موافق. حرفيا في اللحظه دي كل الداتا بتاعتك بتكون رجعت. طبعا الجهاز اللي انا بجرب عليه لسه طالع من كرتونته حرفيا، فاللي هو يا دوب لقطتين كده واتحذفوا زي ما انت شايف. جايب لك عدد الصور كمان ما حددتهم، كمان بيقول لك هم كانوا موجودين في سله المحذوفات. تمام، ممكن بقى تعمل لهم استرداد على الايفون بتاعك او على الكمبيوتر. تمام، بتضغط على علامه الكمبيوتر او الايفون نفسه، بقول له استرجاع بالشكل ده، بيقول لي جرى استرجاع البيانات، تم استرجاع البيانات. كده هنلاقي فايل على الكمبيوتر بتاعنا في الداتا بتاعي. الجميل في البرنامج بتاعنا انك ممكن تتواصل مع الدعم 24 ساعه وهيردوا عليك على طول. لو عايز تاخد الخدمات دي كلها بقى بشكل كامل تستفيد بيها وترجع كل الداتا بتاعتك، انت اكيد هتكون محتاج تشتري البرنامج. وتعالى نشوف الاسعار اللي بيقدمها لينا. ممكن تاخد اشتراك لمده سنه كامله ب $49، وممكن تاخده لمده 3 شهور ب $45 بس. في رأيي الخاص خد الاشتراك لمده سنه كامله وبس كده. وبس كده، دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس، يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها.